مساء الخير عليكم، حلقة جديدة لبيت للكل. مساء الخير يا كالي ياسين أحمد. مساء الخير والتفاؤل. أكلم زي ما بتقول إن شاء الله مرتاحين. إن شاء الله مرتاحين بخير زيانين. بخير زين حلو. إن شاء الله السنة بدها حلو. إحنا بمصر مرتاحين. طبعاً أنتم منورنا أصلاً يعني. نور. طيب بما إن إحنا كده دايماً في أول السنة ومع أول شهر يعني طاقة التفاؤل بتبقى موجودة. بيبقى الإنسان بجد دايماً عنده أحلام، ودايماً تسمع كده عندنا حتى في مصر نقول إيه؟ أول يناير أنا بقى من أول يناير هزبط كل حاجة، من أول يناير أنا هتغير، من أول يناير هعمل كل حاجة مظبوطة، ودايماً بتفكر إنه وضحكة حلوة، دي طاقة حلوة. صحيح لو شفتونا النهاردة بالصدفة إن إحنا الثلاثة لابسين أسود وأحمد، بس على فكرة ما هي التفاؤل مش بالألوان، بس ممكن كمان الألوان طاقة حلوة. الأسود جميل صح. الالوان ربنا كلها حلوه كمان. ايه في تونس بتفائلوا فيه لان الابيض رمز الحداد بجد. مش شرط. بصي انا شايفه ان الالوان كلها حلوه. صحيح ان الالوان المشرقه بتعمل بهجه طبعاً. بس يعني في الشتاء والبرد الاسود بيدفي، بس بعدين يعني الشخص هو اللي بيعكس الطاقه مش الالوان. الله دي حقيقه. اذا روحك حلوه وروحك متفائله كل الالوان كل حلوة. طبعا احنا بنقول كل الكلام الجميل ده عشان الصدفه الجميله اللي جمعتنا في لون واحد اي ما يكون. المهم الروح والتفاؤل. ولسه هقول عارفين اغنيه محمد منير لما غنى قال لك لسه الاغاني ممكنه ولسه الاماني كمان ممكن. بعد هذا الكلام الجميل اللي ذكروه طبعا زميلاتي كلهم لابسين اسود يعني ما شاء الله عليكم اليوم السواد. احمد انت مش بعيد عنا برضه يعني لون الكحلي او النيلي يكون مقارب للاسود بس انا كاسرها بهذا الموضوع. ماشي هو ده رمز التفاؤل. ايه هذا رمز التفاؤل. بس انتوا قلوبكم بيضاء ومتفائلين طبعا وجمال روحكم، لكن الاسود مثل ما ذكرتوا بان باقي البلدان يرتدون اللون الأسود في الحفلات الخاصة. إحنا ممكن مناطق الشرق الأوسط نرتدي الأسود بالحزن. إن شاء الله يبعد كل الحزن. إحنا اليوم متفائلين مثل ما ذكرت شاكي بداية عام جديد وشهر جديد. دائما التفاؤل والإصرار لازم الإنسان يكون عنده طاقة للمواصلة والاستمرار بالحياة. مو نقوله فقط كلام بأن أنا استمر أنا أتفائل. لا لازم تعمل بعزيمة وتجتهد حتى توصل لكل ما تريده وتحقق أحلامك. هذا مو شعارات نرفعها. لكن هذا إصرار الإنسان، الحياة مرة واحدة تعيشها، عيشها بسعادة وحب وتفاؤل وإنسانية، وإن شاء الله الله يجمعنا فقط على المحبة والسلام في كل البلدان. يا رب. يعني أنا دائماً بحب موضوع إنه الواحد لازم يتفائل، حتى تفكيره لازم يكون إيجابي، لأنه أنت إذا فكرت بإيجابية، الإيجابية رح تيجي لك. وعندي ممكن أعتبرها قناعة، ممكن بعض الأشخاص يختلفوا معي. الطاقة طالعة منك بتجذب الطاقة اللي نفس طاقتك، يعني إذا أنت طالع منك طاقة إيجابية بتجذب الإيجابي. وفي عنا مثل بالأردني بقول رافق المسعد تسعد، يعني شو ما كان اللي حواليك عم بنقول لك هذه الإيجابية. وإن شاء الله يا رب سنة 22 تكون سنة حلوة علينا كلنا. يا رب. بيقول لك رافق جاور السعيد تسعد إحنا... ورافق السعيد تسعد تمشي برضو يعني. فبالضبط. عشان هيك لازم إحنا نكون عنا توقعات بهاي السنة الجديدة. وبيحكوا لك كل متوقع آت فتوقع وتمنى ما تتمنى، فلازم واحد يكون عنده تمني للمتوقع القادم الجميل. أكيد يا كاثي. وعشان هيك دايما لازم نغتنم كل فرصة بحياتنا، ما نتمسك أبدا بأي إشي ضمن منا إنه مش رح يتكرر. والحياة عمل، وأساس أي علم بتقوم فيه بطاقتك الإيجابية بمحبتك للناس بعلمك اللي تخصصت فيه هو إنك تفيد الغير وتعمل فيه علشان تعم الفائدة في كل مكان. وتذكروا دايماً تفائلوا بالخير تجدوه. كيف بشوفوا الناس عام 2022 أمنياتهم في هالعام الجديد؟ حملناها لكم بيت للكل من الوطن العربي. خلونا نشوف. أول إشي أنجح في الماجستير، خلص امتحانات وعلامات يكون ممتازات أهم حاجة. الإشي الثاني إنه إن شاء الله ربنا يعني بترجعها الشعب، ومن بيكون الأمور بتكون أفضل من هيك بكثير يعني، والشباب يعني يكون لهم دور أكثر في هالبلد. خروج الاحتلال من بلدنا، تقليل من البطالة، ده حقوق كثيرة للشعب الناقصة، تخفيف الأسعار، ويكون كنا بخير وسلام إن شاء الله. إن شاء الله السنة الجديدة أتوظف فيها وعليك يعني الحلم اللي بدي إياه. إني أصير تخصصي يكون ترجمة كبير زيت، وأكون شخص ناجح في حياتي كل شيء بنتمنى يتحقق. إن شاء الله يعني السلام في جميع العالم وكل واحد يحقق اللي بتمنى إن شاء الله.
اني اكون بصحه جيده، اولادي وبناتي واهلي وكل قرايبي يكونوا بصحه جيده، وال في كروش. بتمنى انه الله يوفقني بوظيفتي وبناتي يكبروا ويتعلموا. ونتمنى هلا الشعب كله يكون يعني في سلام وامان، والكل يتوفق في حياته ان شاء الله في هالعام القادم يا رب. تخرجوا بناتي وتوفقوا بحياتهم، يكونوا لهم اشغال بعد ما يخلصوا يتخرجوا كمان، يكونوا لهم وظائف مناسبه. اتركى في وظيفتي وظلوا جوزي واولادي وقرايبي واحبابي جميعهم مسلمين. انه امي تكون بخير لانها مريضه كلى. بالنسبه لي شخصي ان شاء الله حاب اخذ رخصه. والله بعمري يعني انا بدي يعني يكون الله مهدي بالك، وعندي ولد يكون نفسي اجوزه يعني، بس افرح فيه. بس الواحد يكون عنده بيت مستقل، يكون عنده يعني وظيفه مستقره ومستقل يعني مريحته، ويعني عيلته تكون بخير واهله. راح اتخرج واتمنى الاقي شغل منيح، واتمنى انه يعني تكون الدنيا بخير. اخلص جامعه اشتغل اجيب سياره. تروح كورونا نهائياً. ندعو الله أن يمر، أن يأتي العام القادم مع انتهاء الوباء، وأن يعم الرخاء والسخاء على شعبنا وأمتنا العربية. أتمنى أن يكون عام مليء بالراحة والأمن والسلام. وعندما نتحدث عن الأمن نحن نتحدث عن أمن صحي وأمن اقتصادي، أمن سياسي. فنتمنى أن يكون عاما مختلفا عن العام الذي مضى. كل عام والجميع بألف خير، وقائد الوطن بألف خير، والوطن والأمتين العربية والإسلامية، وإن شاء الله يكون عام سرور وسعادة وصحة، ويبعد عنا الأمراض بإذن الله. طوينا صفحة 2021 ومنفتح صفحة 2022. الأمنيات هي الأمن، الصحة، السعادة والسلام، الأمن والأمان لوطننا وللعالم بأسره. كل عام والجميع بألف خير، ويا رب سنة خير وصحة وسلامة للكل. وزي ما اتفقنا معاكم ان احنا من بداية حلقة اليوم، ولان احنا ما زلنا بداية العام كمان 2022، في عالمنا العربي كله بنفكر ازاي نجدد حتى طاقتنا الإيجابية. دايما نسمع نقول كن إيجابي، لكن انت عايز تبقى إيجابي ازاي؟ في ناس ما بتبقاش عارفة، وفي ناس ممكن تعرف معلومات زيادة. ده اللي هنحاول النهاردة ان احنا نتكلم فيه. لكن قبل كل ده تعالوا ناخدكم للأردن ونتابع هذا التقرير، لنعود ونستكمل معكم لقاء الليلة من بيت للكل. الكثير منا يرى أنه في البيت طاقة إيجابية، والكثير الآخر يرى أنه يوجد طاقة سلبية. عند الاستيقاظ الباكر حس أنه لا يستطيع العمل أو ما شابه، فهناك خلل. أشياء كثيرة ترفع من هذه الطاقة في المكان، منها الورود، منها القطة إنه بتسحب الطاقات السلبية، بتحطم الطاقات السلبية. دائما كن إيجابي لكي تحصل على ما تريد، لكي ترفع ذبذبات الطاقة الإيجابية. يجب عليك أن تتحدث بكل إيجابية، لأنه اللي احنا قلناه في الأول، ما تركز عليه ما ستحصل عليه فيما بعد. الإيجابية لها أوجه عديدة، ولكن التحلي بصفة الإيجابية مهمة جدا. في بعض الأشخاص بيشوفوا الإيجابية إنها تدعي، إنك تدعي إنك إيجابي، لأنه في كثير من العوامل الموجودة حواليك لازم تكون تتأثر في بعض الأحيان إنه أنت مش إيجابي، إنك أنت خايف، إنك أنت زعلان. ولكن في رؤية تانية بيجي بيحكي لك لا، لازم واحد يضل يتحلى بالإيجابية بالرغم أي ظرف موجود حواليه. لأنه إذا صار معك ظرف وأنت طالع من البيت، مثلاً بنشر عجل السيارة أو العجلة نامت، خلينا نحكي خلص طول النهار أنا نسم بدني مش عم بعرف أتحرك في حياتي، خلص العجلة نامت، بنشر العجل، خلص فكه وزبطه وانطلق لحياتك. ما تخلي أنه السلبية اللي بتصير بحياتك تأخذ إيجابيتك، لأنه في كثير سلبية موجودة حوالينا. مرات أشخاص ترى على فكرة سلبيين حوالينا ولازم نتخلص منهم. لا عارفة كمان يا كاتي، أنا بتفق جدا معاكي، لو هو فكرة إنه يحصل حاجة في اليوم فكلنا نقول آه
اليوم شكله يعني باص مش مفروض ده يبقى موجود صح. طبعا بس كمان في ناس بتسحب منك الطاقه الايجابيه انا بكتير في اشخاص وتيجي مثلا مصاصيه طاقه حتى لو عندنا يعني عارف ازاي اللي هو مشاكل الجو كان وحش والطريق كان صعب وانا ما نمتش طول الليل ما فيش ولا جمله من الجمل تديكي طاقه ايجابيه والعكس صحيح يجي حد مثلا زي احمد يقول والله وانا جاي من المطار الطريق كان حلو والسواق اللي كنت معاه كان لطيف ولما مش عارفه اكلت ايه يعني في الاوتيل ومش عارفه الجو لقيت قريت مقاله لذيذه فهتلاقي ان انت قاعده تسمعي منه حاجات ايجابيه شحنك بالطاقه الايجابيه بعدين هو احمد دايما بيطلع منه حلو دائما والله انتوا طبعا مرات يعني تخجلون بكلامكم حقيقه يمكن اللي تذكروه كلش موضوع بقوله بس ده قدام الكاميرا بس قدام الكاميرا الكاميرا لا بس احمد رائع لا طبعا انتوا نفسياتكم اللي مميزه حقيقه واحد ما يقدر يقول لكم كلام غير الكلام الحلو لان نفسياتكم طيبه وحلوه وجميله وابتسامتكم اللي 24 وانتوا الطاقه الايجابيه اللي دائما بالبرنامج المحرك والدينامو اكو موضوع ذكرته كلش مهم عارف بعض الناس اذا يقرا الطالع مالته الطالع سيء بحيث اليوم ما تشوفي يقول بين اليوم سيء انتهى خلص خلصت الحياه مؤمنين بقضيه الفنجان قرا الفنجان مالته واحد قرا له قرات الفنجان والكف يلا بين اليوم طريقه كمسدود مسدود مسدود يعني نهاره يقول انتهى هاي القلب باب مغلقه قدامه ما راح يقدر يمشي حقيقه لازم اكو اشياء نتخلص من عندها اقول يوم حلو يومي جميل رغم ما أنا أخلق الأشياء الإيجابية صح. ممكن تعرف شو أنا بحس إنه مش غلط ومش عيب والصح إنه إحنا نخاف ونتعب ونقلق ونشعر في لحظة إنه الحياة وقفت وانتهت وإنه مش قادرين نكمل لكن الصح إنه نستفيد من هاد الطاقة السلبية اللي وقعنا فيها لأنه الحياة يسر وعسر صح. نستفيد بأقصى صح. ما لدينا بأنه إحنا نشعر بأنه الخير جاي وأنه وراء كل ظلام نور وأنه كل تجربة سيئة مررنا فيها هي درس علشان يكون المستقبل أفضل وعشان تكون حياتنا أجمل مش غلط أنه إحنا نمر بصعوبات في الحياة الغلط أنه نضل عالقين في هاي الصعوبات وتصير نهاية العالم علشان هيك أحكي لكم شغلة مهمة انه انتوا الواحد ممكن بيضحكوا علينا البعض الواحد لازم يحكي مع حاله بكلمات ايجابيه صح. ما يجلد ذاته نحن بتعرفوا ايش في مرات المشاكل بتصير عند الشباب انه بيجلد ذاته سقط توقعاته كثير عالي وبيحكي مع حاله بسلبي بتعرفي كاثي كمان كثير مهم هذا الشيء نقطة مهمة انه احنا نشعر انه احنا نستحق يعني معلش يعني الحياه ما رح توقف كل الاشخاص العظماء في العالم وقعوا في أسوأ ما يمكن لكن أساس الحياة أنه نشعر أنه إحنا نستحق كل الخير اللي ممكن يجينا لما حتى يحصل حاجة ولو عارفة لما يحصل حاجة يعني بيقولوا علماء الاجتماع تعدي 1 2 3 4 10 وتاخدي نفس كده عميق ها وتكملي طبعا إحنا بنقول الكلام ده عشان إحنا الحمد لله الحمد مش مشكلة بس هي التجربة الحقيقية أنك تخرج من الطاقة السلبية لما تبقى كده وتعدي إلها انت لازم تعدي عشان انت انا راح اساعدكم الى طاقه ايجابيه عظيمه مثل ما ذكرتوها راح اخذكم فاصل قصير بعد الفاصل راح تجيكم طاقه ايجابيه من ضيفنا الدكتور مايكل راشد راح يتحدث خبير التنميه البشريه عن شلون نبدي ايامنا بطريقه سعيده ونطي الطاقه الايجابيه مثل ما ذكرت كافي وشافك وياسمين قالوا بان الانسان لازم يعتمد على نفسه يقول انا قادر على صنع المستحيل واقدر يعني اتجاوز كل العقبات بالحياه بعد الفاصل ويا الدكتور مايكل راشد انتظرونا رجعنا مشاهدينا لإكمال حلقتنا من بيت للكل قبل الفاصل ذكرنا شلون نكون إيجابيين بحياتنا وشلون نقدر نصنع الخطوات الصحيحة حتى يومنا يكون يمشي شلون ما يقولون على ما يرام اليوم كله وتمشي كل أمورنا طبيعية انضمنا الضيف الدكتور مايكل راشد خبير التنمية البشرية ضيف عزيز في البيت للكل راح نتحدث بدقة التفاصيل إن شاء الله يومنا يكون ويومكم سعيد وكل مليء بالطاقة الإيجابية مساء الخير دكتور منورنا اليوم مساء النور حياك الله دكتور بالبداية خلينا نحكي عن الخطوات الأولى شلون نكون إيجابيين بداية سنة وبداية شهر حلو هو أنا محتاج بس في الأول كده اللي هو عارف أحس بالروح بتاعت السنة الجديدة دي مش معنى كده إن أنا محتاج بداية سنة عشان أبتدي أغير من نفسي أو أبتدي يعني أعمل حاجات مختلفة
بس يعني طالما العالم كله بيتغير واي نوت، يعني ليه لا ابتدي كمان انا اتغير، عشان حتى لما اجي كده في اخر السنه الجديده اقدر اقول والله انا وصلت لايه او ما وصلتش لايه. فهو ده وقت كويس جدا ممكن يبتدي فيه، ده وقت كل واحد فينا ممكن يكون عنده زي الباور كده والطاقه ان هو يبتدي فيه ويحط لنفسه اهداف او يحط لنفسه يعني زي بلانز خطط يمشي عليها. فهي حاجه مهمه جدا جدا، يعني دي حاجه اللي هو لازم اقتنص الفرصه بتاعت ان العالم كله بيبتدي وانا كمان ابتدي معاه، بس ده مش معناه ان انا مستني بس الوقت ده، يعني ممكن كل شويه اعمل بدايه جديده لنفسي. فلا طبعا محتاج ان انا اكون ايجابي بشكل كبير جدا، يعني محتاج ان انا افكر في ده كانه فرصه، انا فرصه زي ما كل حاجه بتتغير فرصه ان انا ممكن كمان اكون بغير او بطلع احسن فيرجن، ده الهدف الاساسي بقى، بطلع احسن فيرجن او احسن نسخه انا ممكن اكون عليها دلوقتي. دكتور مايكل، يعني 2021 2022 2023 2024 كلها ارقام، هاي الارقام ممكن تختلف على شخص على شخص ثاني، ولكن في ازمات بنمر فيها، في تحديات بنمر فيها، في سنه كامله بتختلف، في سنه بتاخذ من عمرنا، كيف نحن بدنا نتعامل مع السنوات وكيف بدنا نبلش هاي السنه لنغير من شخصيتنا ونحقق هدف من اهدافنا الكثير اللي بنحطها على ورقه بدايه كل سنه. حلو قوي السؤال ده، يعني هو انا فعلا لو انا مش مركز وعايش الدنيا كده وخلاص فهي مش تفرق معايا 21 22 هي كلها ارقام بتتغير او كلها شهور بتتغير وخلاص يعني. ويمكن يعني اكتر حاجه انا محتاج اكون مركز عليها في الاول هي فكره البليفز او فكره المعتقدات الموجوده في دماغي. يمكن يعني في دكتور مشهور كده في علم النفس يعني كان اسمه ايزنهاور، عمل حاجه كده اسمها البليف سيستم، او اللي هو ازاي احنا اصلا بنكون معتقدات. ويمكن برضو ده ضمن السؤال بتاع حضرتك في الاول اللي هو الحاجات او ازاي بتيجي بشكل ايجابي. احنا بيكون جوانا بليفز كده معينه او شويه معتقدات بتخلينا نعمل شويه حاجات في حياتنا، والحاجات دي نتيجتها تؤكد هذه المعتقدات. بمعنى لو انا شايف مثلا دلوقتي ان السنه الجديده دي او الحاجات اللي انا بعملها في السنه الجديده دي هي ملهاش لازمه، وان مش لازم يعني احط خطط او اهداف او الحاجات دي كلها يعني تضيع وقت وخلاص يعني، وكده كده انا هوصل للي انا هوصل له في حياتي من غير ما اخطط ومن غير ما اعمل اي حاجه. البليف ده في حد ذاته هذا المعتقد يعني هيطلع افكار زي مثلا ايه، طيب ما بلاش تعمل حاجه، ما بلاش تروح تشتغل على نفسك، ما بلاش تاخد الكورس ده وتتعلم حاجه او تقرا الكتاب ده او تشتغل على اي حاجه، وكنتيجه على الكلام ده هفضل واقف في مكاني، ولما افضل واقف في مكاني كل الكلام ده هيخليني يعني يأكد اللي هو حاله الامان اللي بيحكوا عنها، الاستقرار الامان انه انت ما تشتغلش ضلك مرتاح ضلك قاعد. وهي اللي بيقودها فكره وجود العقل الباطن بالزبط. وكيف احنا ترجمنا بدون وعي بالضبط. فخلينا نحكي عن هاي النقطه بالذات، كيف نقدر نغير العقل الباطن، وهل بالفعل هو اللي بتحكم بعقلنا الطبيعي وحياتنا؟ هو العقل الباطن هو اصلا هو سبب البليفز دي اصلا، يعني هو سبب المعتقدات دي، المعتقدات دي مننا حطها جوانا يعني او عايشه جوانا ازاي. هو عايشه بسبب العقل الباطن يعني، وعلى حسب يعني كلام دكتور دانيال كانيمان اللي هو كاتب كتاب اسمه Thinking Fast and Slow او التفكير بسرعه وبطء. احنا يومنا الطبيعي انا ماشي فيه الاويرنس الطبيعي بتاعي هو 5%، انما في 95% من الحاجات اللي انا بعملها في يومي انا بعملها بالسب كونشس بس بالعقل الباطن. يعني انا ممكن اكون بسوق من مكان للتاني وانا مش واخد بالي سرحان بالظبط، ولا واخد بالي من العربيه ولا واخد بالي من الطريق ولا واخد بالي من اي حاجه، هو العقل الباطن بس ماشي صح تمام. و5% بس في اليوم بتاعي انا مركز انا بعمل ايه، او مركز يعني هو انا عايز اوصل لفين، او مركز انا برد ازاي حتى تمام. فدي القوه بتاعت العقل الباطن بتاعتنا اللي هو في 95% من طاقتي انا بشتغل فيها عشان انا بس متبرمج ان انا اعمل كده، او متبرمج ان انا احس بكده، او متبرمج ان انا ده الفعل المناسب لاي حاجه. طب كيف بدي اطلع من مساحه الامان الكومفورت زون قصدي صح اللي هو يعني محتاج اللي هو ازاي اطلع واعمل حاجه مختلفه. هو الموضوع كله بيبتدي يتحدى بس ان انا اتحدى فكره الافكار بتيجي هنا. احنا كل واحد فينا يعني بيتعرض لاي موقف او بيحصل لاي حاجه بيرجع يقيسها على الخبرات اللي حصلت له قبل كده، وبيرجع يقيسها على احلامه، بيرجع يقيسها على هو نفسه يعني او شايف نفسه ازاي في المجتمع. وده كله بيسموه RAS او Reticular Activating System، كان كل واحد ماشي قدامه فلتر كده زي فلتر الكاميرا كده، وكل واحد ماشي قدامه فلتر، فكل حاجه بتحصل لي انا برجع اقيس على الفلتر اللي انا عامله لنفسي. عشان كده مثلا ممكن واحد يسمع حد مثلا يقول له ايه انت كويس في 1 2 3 بس محتاج تطور في نفسك مثلا في الجزء الفلاني، واحد تاني يسمع نفس الكلام بس الاولاني يقول انا انا كويس، والتاني يقول لا ده كان معانا كلام ان انا كنت وحش. فاللي حصل هنا ايه، هو في فلتر بس خلى كل واحد يستقبل الموضوع بشكل مختلف. الفلتر ده هو العقل الباطن بتاعه اللي هو الار اس يعني. عشان كده مثلا في حاجه اسمها البرمجه، مثلا بيجي يقول لك مثلا في حاجه اسمها البرمجه العصبيه مثلا، اللي هو ازاي طيب ابرمج الفلتر ده ان هو يستقبل الحاجه اللي تفيدني. اعمل الكلام ده ازاي؟ ثلاث حاجات محتاج اشتغل عليهم في الاساس. اول حاجه خالص الفاليوز بتاعتي، انا عايش ليه، ايه هدفي من القيم بتاعتي بالظبط، القيم بتاعتي.
تمام، ممكن تبقى بالنسبه لواحد العيله، ممكن واحد تاني مثلا بالنسبه له الشغل، ممكن حد تاني مثلا بالنسبه له التطوير، واحد تاني بالنسبه له الراحه والاستجمام. تمام، مش شرط يعني ان القيم بتاعتنا كلها تتلاقى، بس المهم جدا ان انا اكون عارف انا عايش ليه اصلا، وايه القيم اللي بتحركني، وترتيبها في حياتي، لان ده هيرسمني سنه اولويات. تمام، بعد ما القيم دي بتكون موجوده، محتاج ارسم لنفسي الفيجن بتاعتي والرؤيه بتاعتي، ودي الحاجه اللي احنا المفروض نكون بنعملها في اول السنه. انا المفروض اكون بتحرك من نقطه لنقطه تاني، وعشان عشان اوجد هذه النقطه لازم اكون شايف فيجن كده، لازم اكون شايف رؤيه، اكون عندي هدف باصص عليه. بالظبط. طيب انا من الهدف ده عشان نكمل كلامنا، يعني الكلام الحقيقه رائع، يعني عندي نقطتين بس عايزه العقل الباطن ما اخرجش فيه، لانه احيانا يقول لك ايه، برضو ندي امثله للمشاهدين، مثلا ممكن اقول ايه، يعني انا ما بحبش الاكل ده خالص مثلا، نوعيه من الاكل انا ما بحبش الاكل ده خالص، فيقال انه مش مفروض اقول كده لانه عقلي الباطن بياخده كده، لكن اقول ايه، انا هجرب نوعيه اخرى من الاكل. يعني فرق الجمل دي الاحكام، هل دي بتفرق قد كده فعلا؟ جدا تفرق فعلا، جدا جدا. اصلا ده بيسموه كوجنيتيف ديستورشن، يعني تشوهات معرفيه، اللي هو انا عقلي الباطن هو عايز دايما يسيطر، يعني هو دايما عايز ياخد الدفه علشان ما يخلينيش اتعب، فانا بديله اقول له هنجرب حاجه جديده. بالزبط. بدل انا ما بحبش. بالزبط. مش بس هنجرب، يعني ممكن اقول له ايه، طب ايه المشكله مثلا لو جربت؟ طيب ليه انا اصلا ما بحبوش؟ ابتدي اسال نفسي، لما اسال نفسي انا كاني بتحدى هذا العقل الباطن يعني. فهو النفي ده لا. طيب بالزبط. انا هاخدك تاني لحاجه اسمها الاهداف الذكيه او سمارت جولز. الاهداف الذكيه دي اكيد كلنا بنحب نعملها، وحاجه تانية اقول لك ان انت لازم تعمل لسته. يعني مثلا انا عايزه من اول السنه مثلا اغير بيتي، انا مثلا عايزه اعمل في شغلي كذا، انا مثلا بحب الكتابه ومتعطله جدا وعايزه اطلع كتاب. ودي حقيقه متعطله فيه جدا. بس اكزامبل فلازم احط الحاجات دي فعلا بالترتيب، وكل يوم ابص على الليسته دي حقيقي هحققها ولا برضو ده كلام. اوكي، تعالي ناخد المثل بتاع الموضوع الكتاب ده ونحوله بقى لفكره السمارت جولز. يعني ايه سمارت جولز؟ هو فكره الاهداف ايه، ان انا عايز اوصل لتارجت معين، بس الناس دايما بيبقى عندها التارجت، او يعني في المعظم يعني بيكون التارجت ناعم كده شويه مش باين، اللي هو مثلا انا عايز اكتب كتاب، انا عايز اخس، انا عايز اترقى. ده كده تارجت بيسموه مش ذكي، لان انا مش عارف امشي عليه اصلا، مش عارف اقيس انا وصلت له ولا لا في الاخر. ففي طريقه من طرق تحديد الاهداف اسمه سمارت جولز، وسمارت معناها هدف ذكي. كل كلمه في كلمه سمارت، او كل حرف سوري في كلمه سمارت، بيرمز لحاجه المفروض احطها في الهدف بتاعي. فمثلا اول حاجه الاس ترمز لفكره السبيسيفيك، او ان الهدف بتاعي ده يكون هدف محدد. مثلا لو انا دلوقتي عايز اكتب كتاب، تمام، يبقى انا المفروض الهدف بتاعي يكون محدد بشكل واضح جدا، انا هعمل ايه في يعني في الكتاب ده بتاعي ده مثلا. يعني مثلا انا عايز اكتب 200 صفحه في الكتاب بتاعي اللي بيتكلم مثلا عن كذا كذا مثلا، وات ايفر ايه بقى. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه يكون الهدف ده ام، حرف الام يعني ميجربل. ميجربل يعني ايه؟ يعني قابل للقياس. يعني انا هعرف امتى ان الكتاب بتاعي ده اتكتب، لما الاقي عدد الورق موجود. هعرف امتى ان انا خسيت، لما اقف على الميزان واقيس. فاقول مثلا انا هكتب مثلا في اليوم مثلا 10 صفحات مثلا، دي بقى اللي هي دي لازم احددها. بالظبط، دي اللي هي حرف الايه، تمام، اللي هي فكره الاكشنبل، اللي هو في اكشنز او في خطوات انا هعملها كل يوم مثلا عشان اكتب كتاب. لو انا مثلا دلوقتي قلت 200، فانا ممكن يبقى كل يوم اكتب مثلا 10 صفحات مثلا. يعني لازم يكون حلم قابل للتحقيق عشان ما يكونش الاشي خيال. صح، دي الار بقى اللي وراها، دي كلمه الار اللي هي يكون رياليستيك. هل ده انا اقدر اعمله؟ هل اقدر اكتب كل يوم 10 صفحات او 15 صفحه؟ تمام، طبعا لا، بس على حسب على حسب. طبعا لا، مش حاجه انا في الاخر عشان الكتابه مش سهله، انت عايز مود وعايز حاجات، فمثلا لكن ممكن اقول مثلا هكتب أيوة. مثلا 5 حلو عشان اقدر اظبط ده. حلو. يعني اهو ده كده انا بدات اتحول من فكره بدات اقيس نفسي اقيس قدراتي. يعني بالظبط، انا كده مش عايز اكتب خلاص، انا كده عايز اعمل الهدف. بس احيانا ممكن يبقى عندك القدره وتكتب اكتر من اللي انت حاطه، يعني ممكن تلاقي نفسك عندك اسهاب، لانه الكتابه فيها اسهاب، ممكن تكتب 20 صفحه. بس اقصد انت لازم تعمل تقيس لازم يبقى في سيستم، بغض النظر انا همشي يعني هعدي السيستم ده ولا، بس لازم يكون في سيستم. والهدف بالنسبه لي مش ان انا اوصل للتارجت اللي في الاخر، لا، الهدف بالنسبه لي ان احقق السيستم. يعني الهدف بالنسبه لي دلوقتي هو ان انا امشي في اللي انا عايز اعمله دلوقتي. يعني انا ممكن كل شويه اقعد اقول ايه، انا عايز ابقى اكتب الكتاب، الكتاب مهم بالنسبه لي. طب حرف التي، وصلنا لحرف التي. حرف التي اللي هو تايملي باوندد، او يعني تايملي اللي هو في الاخر الهدف ده يكون ليه توقيت معين، توقيت زمني معين بقيسه فيه، ليه ديدلاين. عشان لو انا مش حاطط له وقت يبقى انا مش همشي فيه اصلا، يعني مش هكمل فيه. السمارت جولز دي هي حلوه تخليني اكتب هدف واضح قوي وذكي جدا، بس مش هتنجح برضه غير لو هي انا كل شويه برجع اقيسها. يعني انا ممكن اكتب سمارت جولز حلوه جدا واعمل لسته اهداف جميله جدا، بس لازم ارجع كل شويه اشوف هو انا ايه اللي كتبته وايه اللي انا ماشي عليه دلوقتي واللي نفذته من الخطه.
اها دكتور عذرا على المقاطعه، حقيقه انا بدي اتساءل عن قضيه ذكرت اكثر من مره انت وزملائي العقل الباطن، العقل الباطن ممكن هناك صوره سلبيه تكون ما تعطيني الطاقه الايجابيه بان اكمل مسيره الحياه، ممكن عندي اشياء مرسومه بمخيلتي ما اقدر اتقدم، موقفتني صايره حاجز عائق، ممكن ايهام العقل، ممكن اخدع العقل في بعض الاحيان حتى اني اتخلص من هذه الصوره المرسومه بالمخيله وحتى امشي استمر. طبعا طبعا يعني طبعا هو اصلا عشان العقل الباطن ده ليه قوه زي ما قلنا 95%، فممكن يكون هو بيلعب ضدي بشكل كبير قوي. ويعني مش عايز اقول لك ان يعني من اكتر من 70% من الافكار اللي بتيجي فعلنا هي ما لهاش علاقه بحياتنا بجد، يعني ما لهاش علاقه باللي احنا فيه، هي افكار بتبقى متكرره وافكار يعني هي يعني وليده حاجات تانية مش وليده يعني مش احنا اللي تسببنا فيها يعني. وباي ذا وي يعني من ضمن الاكزامبلز اللي تعرف حاجه زي كده او ممكن نستخدمها في حاجه زي كده فكره مثلا لغه الجسد. يعني هي لغه الجسد مثلا لما مثلا واحد يكون بيتكلم وانت شايف ان هو بيكذب او بيمثل عليك حاجه، انت عرفت ازاي اصلا ان هو بيكذب؟ من لغه الجسد، لغه الجسد حك انفه مثلا، تعابير ممكن مثلا. طب عرفت ازاي؟ عشان انا العقل الباطن بتاعي ترجم كده وهو مثلا بيحك انفه ان انا نفسي بعمل كده لما انا اكون بكذب بقى عشان هيك انا حسيت ان هو بيكذب. صح، هو ده يعني ده العقل الباطن بتاعي، زي ما هو بيخدعني كده وزي ما هو بيديني اشارات وبتاع، ممكن يكون بيخدعني او ممكن يكون بيخليني ما اكملش او ما اعملش حاجه. لان خلي بالك هو دايما العقل الباطن بتاعنا عنده كده رؤيه معينه، هو عايز يحافظ على استمرار بقائي كانسان عايش طبيعي ما يخرجش بره منطقه الامان. حابب اتحدث عن قضيه مهمه، اكو مشتركات بين الناس الناجحه والمتفائله، اكو اذا نجمع بعض الصفات نشوفهم متشابهين؟ طبعا طبعا يعني طبعا في حاجات بتبقى باينه قوي ونقدر يعني نستشفها يعني، ويمكن في ناس جربت الموضوع ده، يمكن من اشهرهم كان ستيفن كوفي، وحتى كتب على اساسه الكتاب بتاع 7 هابتس اوف هايلي افكتيف بيبل والعادات السبع للناس الاكثر فعاليه. وفكره الكتاب الاساسيه ان هو كان عمل زي انترفيوهات مع كذا حد او كذا شخصيه ناجحه يعني في الحياه بشكل كبير قوي، اساسها الانضباط. فيها حاجات زي الانضباط يعني هقول لك مثلا هقول لك السبع عادات مثلا وانت فكري فيها ويعني شوفي هي ممكن تمشي بجد في حياتنا ازاي. هو قال لك في الكتاب ده ان عامه يعني قبل 1930 كان اي حد بينجح كان هو بس بيكون مهتم بفكره الاسكس بتاعته، ان انا عشان اكون انسان ناجح يعني او انسان فعال في المجتمع لازم مثلا اكون بصحى كويس، بصحى في ميعادي، مش بتاخر المواعيد، امين صادق، كل الكلام الجميل ده المبادئ بتاعتي، المبادئ الاساسيه. فده يؤهلني ان انا اكون انسان ناجح. انما بعد الثلاثينات يعني العالم اتجه لثورات كتير قوي، ثورات فكريه كتير قوي، وبقت الفكره الاساسيه اللي تفرق واحد ناجح عن واحد تاني مش ناجح هي فكره مدى التطوير اللي بيعمله على نفسه. فابتدت تظهر بقى مصطلحات زي السوفت سكيلز بقى والمهارات وتطوير المهارات وكل الكلام ده. وعمل لسه كده بسبع حاجات هي بتبقى لحد ما موجوده بشكل كبير في كل الناس اللي عندهم فعاليه في المجتمع او ناجحين في المجتمع. كانت اول واحده فيهم كانت فكره ان انت تكون برو اكتيف او مبادر في ان انت تلاقي حل. ان ما ينفعش مثلا تبقى في مشكله وانا كشخص ناجح او فعال افضل سايبها كده اقول ما الناس هتحلها او المشكله دي ما لهاش حل، ان انا اكون برو اكتيف. كان فكره ثانيه مثلا فكره بيجن وذ اند اوف مايند، او دايما حط الحاجه اللي انت عايز توصل لها الفيجن بتاعتك زي ما بيقولوا الرؤيه، حطها في دماغك قبل ما تبتدي عشان ترسم الخطوات الصح عليها. فكره الوين وين سيتويشن، على فكره احنا دايما بنقول الجمله دي وين وين سيتويشن، هو انا اكسب واللي قدامي يكسب. دي برضو من الناس الفعالين في المجتمع والناس الناجحين في المجتمع، فكره السينرجايز او ان انا اكون بتواصل مع ناس ثانيه، تمام، وبنحاول ان احنا نكون بنعمل زي تيم، التيم ده بينجح اكتر من الفرد بشكل كبير قوي. طبعا فكره فيرست ثينجز فيرست، او ان انا ارتب اولوياتي او ارتب الوقت بتاعي بشكل كويس عشان لما ارتب الوقت بتاعي واستغله بشكل كويس يبقى انا فعلا هقدر اوصل وهكون فعال فعلا. دي حاجات موجوده جوه الكتاب ده اللي هو 7 Habits of Highly Effective People. وفعلا تقول لك ان الناس اللي هم لحد ما ناجحين هم ليهم زي قواعد كده. طبعا في حاجات تانية كتير قوي يعني الناس الناجحين يعني او عندهم فعاليه بيعملوها في الحياه، بس يمكن يعني فكره ان انا اكون عارف بس انا رايح فين وعارف انا اروح فين ازاي دي من اهم الحاجات. يعني دي حاجه تفرق بشكل كبير جدا، واحد فعلا عايز يتصور او واحد يعني خلاص هو شايف ان هو هيفضل دايما في منطقه مستسلم. طب دكتور مايكل، الواحد لما يكون ايجابي دايما بحكي لك عم بينسلخ عن الواقع وعم بفوت بممكن انفصام بالشخصيه. يس. لانه الواحد لازم يزعل، لازم يكتئب، اذا حب مثلا لازم يحب واذا كره لازم يكره والى اخره. قديش هذا الشيء صحيح؟ وبنعرف نحن حياتنا فيها اب وفيها داون، فيها انك تكون ناجح ممكن يصير عندك مشكله. هاي الاختلافات كمان بتاثر على الايجابيه تبعتنا ولازم تكون الايجابيه متفاوته. بص خليني اقول لك ان ده مفهوم مغلوط اصلا عن فكره الايجابيه. يعني انا مش عشان اكون ايجابي يبقى انا المفروض اشوف كل حاجه بصوره ورديه. يعني معنى ان انا اكون ايجابي ايه؟ معناها ان ايفن حتى لو موقف وحش حصل لي انا بني ادم، فانا يعني هتاثر بالموقف ده،
بس اشوف احاول مثلا اتعلم منه او احاول اتعلم في المستقبل ازاي ما اعيش فيه تاني او اعرف كيف اتعامل معه بطريقه بالزبط. جيده بعيدا عن ما بنهار بعيدا عن السلبيه دي الايجابيه ان انا بتعامل مع الموقف زي ما هو يعني انا موجود وواعي للموقف اللي حصل لي ممكن اتعامل معاه بطرق كتير يعني ممكن مثلا اعمل التر احاول اغير تفكيري انا مثلا او احاول اغير في الموقف اللي هو ده ممكن اعمل اكسبت او اقبل الموقف اللي هو لو انا خلاص حصل لي مثلا حادثه معينه فحاول مثلا اقابل الحاجه اللي حصلت لي مش هقدر اغيرها دي ده نوع من انواع الايجابيه طب هعمل كده ازاي ممكن اعمل كده عن طريق ايه دخل بالرضا دكتور ايه الرضا ممكن الرضا او ممكن ان انا احاول ادور على معنى اسمى للحاجه اللي حصلت لي اما ممكن مثلا كان ربنا عايز يسيب لي رساله معينه فده يساعدني ان انا اكسب او ممكن مثلا افكر اني اتعلم في المستقبل ما اعيش نفس الغلطه تاني فده يساعدني ان انا اكسب او ممكن مثلا احاول افويد او ابعد عن اي حاجه مثلا تانية زي كده ممكن تبقى تعمل مشكله او ابتعد عنها تماما او ابتعد عن السيتويشن او ابتعد حتى عن كلام معين او ابتعد عن اشخاص بعيني كل الكلام ده هو ايجابي على فكره يعني مش معنى ان انا ببتعد ان امشي جاي لا انا ايجابي لان انا شفت الموقف زي ما هو وابتديت احط لنفسي بلان امشي عليه يعني هي رده فعلنا للموقف هي اللي بتحكم كيف ممكن نتاثر فيه الفكره بانك تكون ايجابي انك تكون قد التحدي وانت ذكرت موضوع الناس والاشخاص من حوالينا واللي لهم تاثير كتير كبير على حياتنا رح نحكي عنها لكن بعد فاصل قصير خليكم معنا مشاهدينا لنتعرف كيف ممكن نستفيد من الأشخاص من حوالينا وهل فعلا نقدر نتجنب سلبيتهم حتى لو كانوا من أقرب الأشخاص علينا خليكم معنا لساتنا في أول السنة ولسه كلامنا معكم مكمل في هاي الحلقة اللي نتحدث فيها عن الطاقة الإيجابية وكيف ممكن تغير حياتنا مع الدكتور مايكل حكينا عن كتير قصص في بداية الحلقة بدنا نحكي عن الشخص والشخصية هل ممكن فكرة الصفات المميزة والكاريزما تكون إشي مكتسب أو إشي قابل على إنه الإنسان بفطرته وغير قابل يعني لأنه يكتسبه أبداً اوكي بص هو يعني ده موضوع عليه جدل كبير جدا موضوع الكاريزما هل هي مكتسبه ام هي بس عايز اقول لك فكره الكاريزما اصلا ابتدت الناس تبص عليها من سنين كبيره يعني من سنين كتير قوي يعني مثلا في عالم اسمه ليون العالم ده كتب في 1938 مذكره كده كبيره قوي عن حاجه اسمها كاريزماتيك ليدرشيب كان ساعتها بيتكلم على ان في قاده في الوقت ده كان في بقى الحرب العالميه والحرب العالميه الثانيه والكلام ده كله فابتدى يشوف ان في ناس بتتبع قاده معينين حتى لو القادة دول كان عندهم اصلا مشاكل في حياتهم او عندهم مشاكل في حياتهم زي هتلر بالظبط اكبر مثال وده كان ابتدت تطلع بقى فكره الكاريزماتيك ليدرشيب او الكاريزما عامه بشكل عام فده بقى يدرس هو ليه الناس اصلا بقى شافت الناس دي عندهم كاريزما او الكاريزما دي طلعت ازاي فابتدوا الناس من الثلاثينات بقى لغايه دلوقتي يطلعوا بمفاهيم كتير عن الكاريزما كلمه كاريزما اصلا في الاساس هي كلمه يونانيه معناها فكره ان انا انسان عندي قبول وفي نفس الوقت عندي تاثير لو انا عندي الاثنين دول يبقى انا انسان كاريزما تمام ابتدوا يعني يحصلوا كده الكاريزما في مجموعه من المهارات يعني هي عباره عن زي ست مهارات معقده لكن كلها متداخله مع بعض المهارات دي في الاخر هم يعني لو احنا هنقسمهم يعني ونقولهم بشكل مختصر هم ثلاث حاجات مع بعض منتهى الامانه يعني ثلاث حاجات دول لو هي موجوده فيك يبقى انت عندك كاريزما اول حاجه فكره الباور او اللي هي قوه الشخصيه ان انا يكون عندي قوه في القوه داخليه مش قوه يعني عضلات جسمانيه قوه بالظبط قوه في انا مين وبعمل ايه وجاي هنا بعمل ايه وايه هي الفاليوز والقيم اللي بتحركني ثقه بالظبط وومث او الدفء اللي هو ان انا اقدر اكون بتعامل مع الناس بدفء ومحبه بالمشاعر بلطف اكون فاهم مشاعرهم بتعامل معاهم على هذه المشاعر يعني اقدر يكون عندي حاجه جايه بيسموها الايموشنال انتليجنس يعني الذكاء العاطفي تمام كل انسان بيشعر انه اهم حدا ايه كل انسان بيشعر انه اهم حدا بالظبط بالظبط او قادر اتواصل معك على ليفل المشاعر نفسها يعني مش مهمل مشاعرك واخر حاجه خالص هي فكره البريزنس او الحضور ان انا يكون ليا حضور في المجتمع او ليا حضور في العالم طريقي بقى مثلا البادي لانجوج عن طريق ان انا بتحرك او عن طريق ان انا عندي انرجي بتبان في المكان وكل الكلام ده لو انا التلات حاجات دول يبقى انا هيكون انسان انا باين والناس قابلاني وفي نفس الوقت كمان يكون عندي الانفلونس او التاثير بس المهم من كل الكلام ده ان انا اكون بعمل التلاته بالتوازي يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي باور عاليه جدا شخصيتي قويه جدا بس في نفس الوقت عندي وورمز عندي وورمز وعندي ديف بس ما عنديش مثلا بريزنس يبقى انت شخصيه كويسه بس على جنب على حالك كده ما حدش يعني يكون عارف الحضور مهم عشان تطلع كل ده بالظبط وناس بقى تلاقيها كتير عندهم حضور قوي عالي جدا بس ما عندوش قوه شخصيه جوه ما فيش حاجه جوه تحس ان هو من بره هلا هلا بس من جوه هو عالي كده طيب ده هياخدنا برده احيانا دلوقتي برده والشباب وكل اهلنا في دولنا العربيه تسمع فكره يقول لك لا انا محتاج ده اللايف كوتش بتاعي او انا محتاج حد
لايف كوتش، وده مختلف تماما مثلا عن دكتور او طبيب نفساني، لان اللايف كوتش ده مهارات وحاجات. فكلمنا برضو على هل كل مراحل حياتنا مثلا، يعني انا بسمع عن كبار السي او اوز والشركات الكبيره جدا ما بيترقاش بسهوله كده، لازم بيروح دورات مهارات وبيكون عنده لايف كوتش عشان يوصل للحاجات دي، وبيكون عنده كل حاجه، يعني بيكون شاطر ناجح كله، بس كل مرحله في الحياه يبدو انها محتاجه انك يعني ترجع تاني لتذاكر الاشياء دي. هل ده حقيقي؟ ده حقيقي جدا. اوبرا وينفري برضه على فكره ذكرت فكره الكوتشنج دي قبل كده كذا مره. طبعا. وبغض النظر عن فكره الكوتشنج، عشان احنا ممكن يكون عندنا شويه معلومات مغلوطه عنها، انا سعيد ان حضرتك وضحت ان في ده فرق، دي حاجه، والطب النفسي طبعا حاجه تانية. حاجه تانية خالص. هو الفكره بس ان يكون حد معايا يكون قادر يشوف هو انا عايز اوصل لفين، يكون بيشجعني، يكون بيرجع يراقب معايا تاني اهداف. يعني مثلا مين اللي بيحط الاهداف بتاعتي انا؟ انا شخصيا. بس فكره الكوتش مثلا او حد اللي بيساعدني، على فكره بغض النظر عن المسمى، يعني ممكن يكون والدي بالنسبه لي لايف كوتش، ممكن يكون مديري بالنسبه لي لايف كوتش، او ممكن يكون بالنسبه لي انا نفسي بحاول اعمل كوتش لنفسي عادي، يعني بغض النظر عن المسمى اللي احنا بنحاول نحطه يعني. بس فكره اللايف كوتش موجود في حياتي ازاي؟ هو موجود عن طريق ان هو يسالني اسئله صح، الاسئله المناسبه اللي تخليني افكر في ايه الرؤيه بتاعتي لحياتي، ايه الاهداف اللي انا احطها، وكل شويه يرجعني كده ويقول لي خلي بالك انت كنت عايز توصل 1 2 3، انت المفروض دلوقتي تكون بتعمل حاجه اللي انت قلت ان انت عايز تعملها. لما اجي كده واحط اهداف لنفسي وبعد شويه احس ان انا تعبان ومش قادر اعمل حاجه، اقول ايه ده الدنيا ليه كده غمقت، يرجع يقول لي ايه بقى، افتكر ان انت كان عندك فيجن ان انت تكون راجل الاعمال الكبير الناجح اللي انت كنت عايز توصل له، افتكر انت من دلوقتي. بس لازم اللايف كوتش يكون انا كمان عندي ثقه فيه، يعني مؤمنه بيه. يعني حضرتك بتقول مثلا لو والدي، انا والدي ساعات اقول اه بقى ده عايز يفرض رايه عليا، يعني يعني عشان كده الشباب لا بيحبوا لايف كوتش بره دايره العيله، يعني عشان يبقى مرتاح كمان، لانه ممكن يكون مش ناجح اهله. يعني اهله ممكن يكونوا مش ناجحين، مش بالمكان اللي هو بيطمح له. ده حقيقي. انا قصدي ان الكونسبت نفسه والمفهوم نفسه هو ممكن ما يقتصرش على بس وجود الشخص ده، ممكن يقتصر على وجود حد بس هو قادر يتكلم معايا بشكل يخليني اطلع الحاجات اللي جوايا دي، خليني اطلع الافكار اللي جوايا ونكتبها مع بعض على ورقه، ويساعدني ان احنا ننفذها عن طريق ان هو كل شويه يكون بيشجعني او يكون بيريفيو او بيراقب معايا الدنيا ماشيه ازاي. دي الفكره بمنتهى البساطه يعني. تمام. واتفر بقى مين يكون بيعملها، انت حتى بتعملها مع نفسك اتس اوكي. انت بتحاول مثلا تقرا كتاب، على فكره في كتب في حد ذاتها هي عباره عن كوتشنج. صح. يعني هو الكتاب نفسه انا اصلا براه كاني اتعاملت مع لايف كوتش، زي مثلا الكتاب بتاع اكت لايك سكسس ثينك لايك سكسس بتاع ستيف هارفي. هو كتاب عباره عن اسئله وانا بقرا الكتاب وبقعد احل فيه وبقعد اكتب فيه. هو كتاب كانه كوتشنج بس كوتشنج بشكل كتاب. دكتور نتحدث عن الطاقه، بما انه الحيويه والاراده والاصرار تحتاج طاقه بداخلنا مثل ما ذكرت انت، مو طاقه جسمانيه، طاقه حتى تستمر. صحيح. شنو التاثيرات الخارجيه اللي تكون تاثيرات سلبيه تنتزع من عندك هذه الطاقه؟ ممكن يكون كلام المحيط بيك المؤثر. اكيد طبعا. ينتزع من عندك كثير من الاشياء. اكيد طبعا. اكيد طبعا. يعني ما هو احنا بشر، يعني انت بنتعامل في الاخر احنا كلنا بشر، فممكن حاجه تحصل من بره تخليني اقول لا ده ما كانش حلمي، او لا الدنيا مش احسن حاجه، او ممكن يكون اكسبيرينسز او خبرات انا عديت بيها، فكل شويه ترجع في دماغي كده تقول اه انت هترجع تاني وتعمل نفس الحاجه اللي انت عملتها قبل كده، نفس الغلطه اللي انت عملتها قبل كده. ممكن يكون تغييرات بتحصل في الحياه نفسها، يعني انا ماشي في الطريق بتاعي وبعد كده حصل شويه ظروف انا حسيت ان انا مش قادر اتعامل مع ظروفي، فكذا حاجه ممكن تضيع. ممكن يكون مو محب ياثر عليك بكلامه حتى يوقفك. طبعا يعني في اكيد اكزامبلز كده كتير، حتى لو مش بقصدنا، يعني في لما نيجي نتكلم مثلا على شخصيه مثلا نقول ان هي توكسيك، توكسيك بيرسون مثلا، هو شخصيه سامه، هو مش معنى ان هو سام ان هو يعني بيزيني بشكل متعمد او لا، على فكره معنى هو توكسيك ان هو اثر على الانرجي اللي جوايا، على الطاقه اللي جوايا دي، خلاني انا مش قادر اعمل حاجه، خلاني انا مش عايز يعني اجري ورا اهدافي زي ما انا كنت بعمل قبل كده. تمام. بغض النظر هو كان ده قصده او لا، على فكره مش ده الموضوع اللي انا بتكلم فيه، بس هو في الاساس كل واحد هيقابل طبعا ظروف كتير جدا، يعني هي الحياه مش ورد، وانا يوم ما دلوقتي ابتدي مثلا احط لنفسي اهداف اقول انا همشي 1 2 3، اكيد طبعا هقابل مشاكل كتير قوي. وعشان كده كانت اول عاده في 7 عادات كان اسمها بي بروكتيف، يعني حاول دايما تكون مبادر ان انت تلاقي حل. ما مش معنى ان انا ماشي ورا اهدافي ان الدنيا تمشي ورا ده. هو الحد الاساسي اللي يكون فيصل في فكره الطاقه اللي موجوده جوايا هو انا. يعني عشان هيك الظروف ممكن تكون صعبه وممكن ما تخلق مناخات تساعدك عنك انت توصل بسهوله، واكبر دليل على هيك ممكن الشعب الفلسطيني، يعني في كتير محاولات، في كتير يعني قدرات على انك تنجز تتحدى كل الصعاب، لكن الظروف مش مواتيه لشخص بالقدر الايجابي والمريح انه يوصل للإشي اللي بده اياه. في تحدي، في كتير مطبات ممكن تحاول تتجاوزها وتكسرها
لحتى توصل للطاقة الإيجابية بأمل وبإصرار وبإرادة وعزيمة كبار. خلونا نشوف هذا التقرير بعدين نرجع لنكمل حوارنا مع الدكتور مايكل. الاحتياجات ذات البشرية هي ثابتة لجميع الثقافات. عادة تترتب احتياجات الأشخاص حسب الأولويات، صنفت بعلم النفس حسب هرم ماسلو إلى احتياجات أساسية ومن ثم الانتقال لإحتياجات ثانوية. خلينا نحكي في الأساسية، الاحتياجات تبدأ بالفسيولوجية زي المأكل، المشرب، الاتزان، هاي الأساسية. ننتقل إلى الحاجات إلى الأمان، حاجات إلى الأمان زي الأمان الوظيفي، الموارد البشرية، الاتزان الجسمي، هاي كلها حاجات بتكون مطلب أساسي. ومن ثم الانتقال إلى الحاجات الاجتماعية زي العلاقات الأسرية، الأصدقاء، وبعد ذلك الانتقال إلى حاجات إلى تحقيق الذات وتقدير الذات. وهون بتكون أساسية في بناء الهوية زي أنه الإنجاز، تحقيق الذات، احترام الذات، الاتصال والتواصل إذا كان ذاتي أو الاتصال مع الآخرين. تنمية الأفكار الإيجابية بتكون والمناخ الإيجابي خلينا نحكي بتكون في عدة مراحل. كتير مهم روح الشراكة بين الأفراد، عدم الانطوائية والعزلة، العمل على النمذجة. النمذجة اللي بنحكي فيها إنه نتطلع على بعض من ناحية إيجابية، وقصص النجاح الموجودة لدى الأشخاص لحتى يكون في قدرة على التنمية. ظروف التنشئة هي لما يكون الشخص بناء الهوية تبعته صحيحة، تكيفه مع الواقع الموجود بطريقة إيجابية، هذا بيساعد أكثر إنه يكون فعال أكثر ذاتياً وفعال أكثر للمجتمع. التوعية للشباب في الظروف الموجودة، تحفيزهم على إنه عندهم قدرة على الإبداع، إنه ما يكون التوقف فقط إنه أنا حياته تكون مبنية على فرضيات، لا، كتير مهم حياتهم تكون مبنية على المصادر الموثوقة والواقعية والمنبثقة، إنه في عندي أنا واقع، أنا ممكن أجرب أكمل طموحي، ولكن طموحي ما بنفع إذا أنا فشلت من أول مرة إنه خلص على سبيل المثال إنه انتهت حياتي، لا. فهي دائما التحفيز أكتر ومصادر الدعم طبعا. يعني الأسرة هي عماد البيت، ودائما الأب والأم الوالدين بيكونوا مراية الطفل في كافة نواحي حياته. إذا كانوا إيجابيين وحفزوا حتى مع الظروف اللي كتير صعبة اللي حواليهم، وحسسوا الطفل بذاته، هذا بيساعده على الإيجابية، وهي الأساس الأسرة. المجتمع المحلي ممكن من خلال التوعية، ممكن من خلال تحفيز روح الشباب في المشاركة، ورشة توعية، إعلام، في هاي الأشياء بتساعد كمان الشباب إنهم يكون عندهم تطور ويفتح عندهم أفق أكتر، إنه يكون كل حدا يعرف حاله وين الإيجابيات تبعته. الحكومة يعني ممكن خلق فرص عمل للشباب في ظل الظروف الموجودة. ورجعنا من جديد لبيت للكل. هالإيجابية الموجودة بحياتنا لازم نحافظ عليها، ولازم نسعى نبحبش ندور على الإيجابية حتى نضلنا نحن مستمرين بحياتنا. دكتور مايكل، في موضوع قانون الجذب، هل هناك في بعض أشخاص مؤيدين لهذا الموضوع وأشخاص غير مؤيدين؟ ولكن من يقرأ بكتب التنمية البشرية بشوف موضوع قانون الجذب ماخذ مساحة كتير كبيرة، حتى بنشوف اللايف كوتش الموجودين على اليوتيوب على المواقع بشكل عام عم بيحكوا عن قانون الجذب. هل بالفعل قانون الجذب يؤثر بحياتنا؟ لأنه بالفترة الأخيرة أخذ مساحة كثير كبيرة من كتاب التنمية البشرية، حتى اللايف كوتشز الموجودين على اليوتيوب بالمواقع عم يتحدث عن هذا القانون، بجذب لنا الأشياء مع قوة تفكيرنا. بص، هو قانون الجذب يعني الناس اللي هي مش عارفة، هو فكرة إن أنا لما أفكر في حاجة كأني عامل زي الأنتنة، الأفكار بتاعتي اللي أنا بفكر فيها بتبقى زي إشارات بتتبعت للعالم، والعالم بيبتدي يستجيب يعني ويبعت لي حاجات أنا بفكر فيها. فلو أنا على فكرة قانون الجذب بس كده هي الصورة المصغرة منه، لو أنا بفكر في فكرة إن أنا عايز عربية معينة، فأنا كأني ببعت إشارات للعالم، فالعالم هيجيب لي العربية دي بأي صورة وبأخرى. صح. هي القصة دي كلها ممكن نقول إن فيها جزء كويس، أو يعني فيها جزء يعني بيمشي فعلا يعني، أو بجد، وهي مش فكره بقى اللي هي الاشارات او الحياه بتبعت لي اشارات،
بس هو فكره قانون الجذب اصلا اتعملت يعني لما نابليون هيل عمله في كتابه الاول ثينك جرو ريتش او فك تصبح غنيا، وبعد كده راحت واندا بقى حطته في كتاب ذا سيكريت. الفكره الاساسيه ان انا لما بركز في حاجه قوي، لما بحط دماغي في هدف معين، فانا كده بفوكس عليه بشكل كبير قوي. يعني كاني مثلا ايه، انا نحط اكزامبل، انا دلوقتي مثلا في الثانويه العامه وعايز اجيب 100%، فانا حطيت في دماغي انا هجيب 100% هجيب 100%. فالفكره دي كل ما انا بقيت مركز عليها او فوكس عليها تخليني يعني تخليني اذاكر مثلا من غير ما اكون بتعب. لازم تشتغل عليها او تكون بالظبط بشتغل عليها. وعلى فكره ده اتقال جوه الكتاب، سواء الكتاب بتاع رواندا بايرن او بتاع نابليون هيل، ان انا لما انا يكون عندي الفكره بتاع قانون الجذب، العالم هيبتدي يرمي لي فرص، وانا محتاج اني استغل الفرص عشان بس اساسها تو ريليس، يعني انه تطلقها ما تضلك مهووس فيها. يعني بمعنى يعني اساس القانون الجذب انك يعني تطلق امنياتك للعالم بدون ما ضلك مهووس فيها في مخك، انا بضلك عالق. بالظبط، كان فيها ثلاث افكار، ان انا افكر فيها بشكل كبير قوي وافكر في كل الديتيلز، وده ممكن يسميه فوكس سيستم قوي يعني انا بركز. وتاني كان تاني قانون يعني او كان شرط عشان اشتغل قانون جذب، ان انا يكون عندي هابي ايموشنز او مشاعر اللي هم بيسموها الهاي اراوزل ايموشنز، او المشاعر اللي هي مشاعر الفرحه او مشاعر الاكسايتمنت او مشاعر كويسه ايجابيه يعني، تمام. وده هياثر ان انا اخد اي اكشن يعني، او هياثر يعني ان انا ادور على اي حل لمشكله كانت موجوده. وتالت حاجه اني استغل كل فرصه العالم بيقدمها لي عشان في الاخر اوصل للحاجه دي. ويتش از يعني لو احنا فكرنا فيها بالشكل المسطح ده، ما هو ده برضو على فكره اللي احنا بنعمله في الاهداف، بغض النظر سميناها قانون الجذب او حاجه ثانيه يعني. طب دكتور، في مثال قراته باحدى الكتب بيحكي لك انت بدك سياره اكس مثلا، حاشعر حالك انك راكب هاي السياره مبسوط هذا التخيل قديش كمان بيلعب دور بتفريغ هذه الطاقات وجذب الشيء. هو التخيل بغض النظر عن قانون الجذب برضه، التخيل بيخليني انا موتيفيتد اكتر اني اوصل لحاجه. يعني اقول لك على حاجه ازاي يخليك يعني برضه عايزين نضرب امثله تقرب للناس. يعني انا متفق جدا مع كاثي، يعني انا مثلا نفسي اعمل حاجه فبتخيل نفسي وانا بعملها وافضل اتخيل. ازاي بقى قوه التخيل اللي انا بتخيلها دي هتوصلني لايه؟ دي مهمه جدا. يعني مثلا حضرتك مثلا عايز تكتب كتاب تشجيع، انا لازم اكتب اخلص الكتاب بتاعي بعد الحلقه. انا اقول لك ايه دلوقتي، اقول لك تخيلي انك كتبت الكتاب واتش الكتاب ده قدامك، تمام، وانت بتقلبي صفحات الكتاب، والكتاب عباره عن مثلا 10 تشابترز مثلا، انت قاعده تشوفيهم وعملتي حفل توقيع وناس جات لك كتير جدا، شعور الانجاز، الكتاب كسر الدنيا، تمام. فالكتاب ده فعلا كان يعني كان نقطه تحول في حياتك. طيب ده اللي هيحفزني في كتابه، ده يخليني دلوقتي امشي في الخطوه دي. طب تخيلي بقى ان كل ده هو ابتدي بالخطوه بتاعه دلوقتي، ان انت تقعدي ساعه في اليوم ولا حاجه انك تكتبي بس اول الكتاب. تقولي اوكي. طب معلش يعني عشان قبل بس ما يقولوا لنا الحلقه يعني، وعفوا لاحمد، هل التخيل بينفع في الامنيات الشخصيه؟ يعني ممكن حد قاعد يتفرج معانا تقول لك مثلا بالنسبه لحبيب او حبيبه، يعني انا مثلا بحب شخص ما، او هي او انت بتحب شخصيه ما، هل انا اتخيل ان انا هعيش معاها حياه سعيده و فبالتالي تتحسن العلاقه؟ انا يمكن جذب كل شيء مع بعض الاشخاص، او يكون في جذب في العلاقه. يمكن جذب كل شيء مع بعض الاشخاص. طالما الموضوع ما اقدرش احوله لبلان او خطه، انا اشك ان النتيجه هتحصل. بالعكس، انا احس ساعات النتيجه ممكن تحصل بالعكس. ازاي؟ ممكن طريقه تفكيري في شخص معين من غير ما انا يكون عندي بلان ان انا اوصل له، او شريك حياتي او شغله او اي حاجه، تخليني ما اعملش حاجه دلوقتي. لا، ما هي مش هتفكر في ديكابريو مثلا، لكن انا بتكلم حد زميلها او افضل اتخيل. وبعدين ما انا ما عنديش بلان بشتغل عليها، يبقى انا بضيع وقت. هو انا قدامي تو مودز، او يعني الاحلام لازم تكون بقى ممكنه. بالظبط، ممكن بالظبط، لا اما انا بفكر لا اما انا بنفذ. لو هفضل دايما يعني انت ممكن تجذب شخص، يعني قرات في ذا سيكريت برضه مكتوب انت ممكن تجذب شخص بصفات معينه، بس مش شخص محدد. مش شخص يعني انا بدي شخص صادق، شخص لطيف، حنون، كريم، اخذ مثال يعني فقط يمتلك صفات معينه ممكن يخلي تجذب. دكتور، قبل ما ننهي، تحدث عن مرات نقول الفقر يولد الابداع، هل هناك تقييم عالمي، استبيان عالمي بان من اكثر الشعوب صناعه الحياه والحيويه والطاقه الايجابيه الشعوب الفقيره، الشعوب المترفه، لو ماكو مقارنه بين هذه الاشياء؟ بص، هو ما فيش حاجه تقول الشعب اللي بيعاني بيعمل حاجه معينه او بيطلع بفكره كريتيف او كده، ودي انا شايف ان في حد ذاته اصلا دي فكره حلوه جدا، لان انت واتيفر انت بتعاني او مش بتعاني، الموضوع ملوش علاقه بالشعب وملوش علاقه بالبلد وملوش علاقه بالظروف اللي حواليك. بالعكس، الحد اللي بيعمل حاجه في اوقات صعبه او في ظروف صعبه، هو ده يعني بيقدر يوصل في الاخر نتائج كبيره جدا. يعني مثلا
يعني أنا دلوقتي قررت إن أنا أعمل مثلا مشروع في وسط اقتصاد صعب وفي وسط بلد فيها مشاكل كتير في وسط حياة، المشروع بتاعي ده فعلا قدر يعني قدر يوصل للنور أو قدر إن هو ينجح، أنا بقى ليا تأثير كبير جدا في المجتمع اللي أنا موجود فيه، على عكس ما أكون أنا أصلا عايش في مكان ما فيهوش أي مشاكل خالص والدنيا كلها ميسرة لي وأنا عملت الموضوع ونجح فخلاص أنت الإفكت بتاعك على تأثيرك قليل. وده يعني دي سنة أمل على فكرة ممكن يعني نتشعبط فيها كلنا يعني اللي هو ملوش الموضوع ملوش علاقة خالص بالدنيا، هو ليه علاقة بأنا عامل إزاي؟ أنا نفسي بروأكتيف ولا أنا نفسي عندي المبادرة ولا بغض النظر عن الظروف اللي حواليا، بالعكس كل ما يكون في ظروف حواليا أنا كده هيكون النجاح لي أثر أكبر بكتير من اللي أنا متخيل. إذا خبير التنمية البشرية الدكتور ماكر راشد نورتنا في بيت للكل، سعداء بكل المعلومات القيمة اللي حصلنا عليها من خلالك. شكرا لتواجدك بين الأردن وفلسطين والعراق ومصر الحاضنة لنا، شكرا لك. مسي جدا، شكرا لكم. إذا مشاهدينا رحلتنا اليوم من بيت الكل انتهت، لكن الحياة مستمرة بالعطاء، كل نهاية تعني بداية جديدة. دائما نلتقي وياكم على حب الأوطان في مولع.